عمال باكستانيون أبرياء بينما يواصلون عملهم في الشوارع يتفاجؤون بسيدة مغربية جميلة جدا تدخل عليهم وهي تحمل عدة وجبات من وجبة المجبوس وتوزعها عليهم مجانا مع مشروب الكولا المنعش وبدون أي مقابل، ومن ثم تغادر مبتسمة ابتسامة ساحرة. كانت الوجبات لذيذة للغاية، وخصوصا طعم اللحم المميز بشدة والمختلف عن أي لحم تذوقه يوما ما. ولكن ما لم يعلموه أن هذا ليس لحم بقر أو ماعز أو حتى غزلان، ولكنه لحم إنسان. إنها إحدى أبشع الجرائم التي حدثت في دولة الإمارات بمدينة العين، حينما قتلت سيدة عشيقها وقطعته وطبخته لسبب وبطريقة مرعبة جدا. اختفاء الشاب. في عام 2018 كان الشاب المغربي يعيش مع سيدة مغربية بدون زواج، كان بعمر 27 فقط وهي تكبره بعشرة أعوام بعمر 37. وفجأة يختفي الشاب تماما. كان يعيش أخي بمدينة عجمان، وعلى مدار أيام وأسابيع يحاول التواصل مع أخيه ويفشل، يتصل به ويذهب إلى مكان سكنه ولا يجد أخاه. ذهب مرارا لعشيقته المغربية وسألها عن أخيه مرارا، ولكنها نفت رؤيته وأخبرته أنها قد طردته بعد أن أخبرها بأنه سوف يتزوج بعد 7 سنوات من علاقتهم، حيث وجدت له والدته في المغرب عروس جميلة، وأنها قطعت علاقتها به تماما ونهرت الأخ وطلبت منه أن لا يأتي مجددا إليها. هنا بدأت الشكوك تساور الشاب كثيرا، وبعد 3 أشهر من الاختفاء ذهب وأبلغ الشرطة عن اختفاء الأخ وأن العشيقة قد تكون ربما المسؤولة عن اختفائه. في الإمارات الشرطة لا تتساهل أبدا مع أي بلاغ أيا كان، حتى لو كانت سرقة حمامة طائرة في الشارع. تتحرك الشرطة على الفور وتحقق مع السيدة المغربية، وساورت الشرطة نفس الشكوك الغريبة لتقوم الشرطة بتفتيش شقة السيدة، وتكون الصدمة الكبرى. تجد الشرطة دليلا مرعب وغريب جدا، وجدت نصف ضرس إنسان موجود وعالق في الخلاط المنزلي بشقة السيدة. أخذوا الضرس وبعد تحليله ومقارنة الحمض النووي بالحمض النووي للشاب المفقود، تأكدت الشرطة تماما هذا الضرس يعود إلى الشاب المفقود. كيف وصل هذا الضرس إلى الخلاط الذي يستخدم في ضاي الطعام؟ يقبض على الفتاة وتنهار على الفور وتبدأ بالاعترافات. يوم الجريمة المرعب. قالت السيدة أن الشاب أخبرها بنية الزواج من فتاة مغربية أخرى، وأنه حان الوقت ليقطع علاقته معها. وبعد معركة كلامية طويلة تنفعل السيدة وتقوم بجلب سكينة وتنقض عليه مظهره بعشرات الطعنات. وبعدها وعلى مدار 3 أيام القادمة قامت بتقطيعه قطعة قطعة، وسلقت لحمه لتفصل العظام عن اللحم، ومن ثم قامت بتكسير العظام وفرم اللحم، وتخلصت من العظام في القمامة. وأما اللحم كانت الصدمة الأكبر. وجبات لحم بشرية. كانت السيدة محترفة في الطبخ، وخصوصا أكلة المكبوسة الخليجية، وهي أكلة مشهورة جدا في الخليج. طبخت عشرات الوجبات في أطباق بلاستيكية، وذهبت هي وصديق لها ووزعتها كصدقة للعمال الباكستانيين، ومن ثم جلبت منظفات وقامت بتنظيف المكان في كل سنتيمتر مربع حرفيا لتمسح تماما أثر الجريمة. ولكن نصف ضرس فقط بقي في الخلاط مخفيا عن عيونها تحت شفرات الخلاط، ولكن استطاعت الشرطة الإماراتية ببراعة فائقة وبتفتيش كل مكان إيجاد هذا الدليل لتحاكم السيدة ويحكم عليها بالسجن مدى الحياة. السيدة المغربية وصفت الجريمة بأنها وقعت في لحظة جنون، يقطع الجسد ثم يتم طهيه للبشر يعني ليأكلوا،